السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الفيلا رائعة اللي كتباع في مدينة السعيدية. المساحة ديالها 800 متر مربع. بحكم المساحة ديالها الكبيرة فعندها واحد جردة رائعة كبيرة، واحد المسبح أكثر من رائع، بيسين كبير ما شاء الله. كتكون من جوج ديال لي نيفو، النيفو اللي لتحت فيه ثلاثة صالونات كبارين، بيت، مطبخ وحمام، والنيفو اللي الفوق فيه ثلاثة ديال الغرف فيهم لي بلاكار ديالهم وجوج ديال الحمامات. بهذا الحال كاين لاتيغاس لتحت وكاين الفوق، عندها منظر مباشرة على ملاعب ديال الجولف وعلى المسبح الرائع. هذا هو لابيسين كما كتشوفوا معنا هنايا، وهادو الملاعب ديال الجولف إضافة للجردة ديال الفيلا. منظر رائع الصراحة، فيلا رائعة جدا. باقي غنشوفوها من الداخل إن شاء الله. قريبة على البحر ديال السعيدية، واحد 3 دقايق على الرجل فقط المساحة اللي بينها وبين البحر. جاية في موقع مزيان وقريبة على جميع المرافق. صراحة هاد الفيديو هذا ديال هاد العرض ديال هاد النهار غادي يعجب الناس اللي عندهم الذوق وكيقلبوا على شي مكان يكون هادئ، حيت هاد البلاصة هادي دقيقة مزيانة بزاف. دابا غادي ندخلو نشوفو الفيلا من الداخل ونشوفو النيفو الاول على هادي الدخلة. كنلقاو الصالون الاول، عندو لاتيغاس على الجردة وعلى البيسين. هنايا كنلقاو الحمام اللي كاين لتحت، تترجم على لافاصاد. هنا لا كويزين ايكيبي، هاد البلاصه ديال المسبانه وشوفوا بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا. هنا كاين واحد صالة مونجي وكاين الصالون الثاني اللي اوفر، حتى هو عنده واحد لا تيراس كتطلع على لا بيسين وعلى الجردة ديال الفيلا. فينيسيون مزيانه بزاف، كاليتي ديال الصباغه ولا ديال لي ماتيريال اللي كاينين في الفيلا شي حاجه مزيانه بزاف، بون كاليتي. هذا الصالون الثالث، صالون كبير ما شاء الله، عنده دو فاصاد، واحد لافاصاد على لابيسين واحد لافاصاد على الجردة. طبيعة الحال الا كنتو مهتمين بهذا العرض هدا ما عليكم الا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشة، او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينة في حي النعناع إقامة أيمن في الريتشوسي مدينة الناظور. كذا حتى نتوما إلا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه أو لا تكريوه ما عليكم إلا تتصلوا بنفس الأرقام، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم إن شاء الله، ونحاولوا نتكلفوا لكم بالبيع ديال العقار ديالكم بالثمن اللي بغيتو نتوما. هنايا كنطلعوا الفوق، هذا الحمام، كاين هنا الغرفة الأولى. كما قلنا الغرف كاملين عندهم بلاكار وفيها لاتيغاس على لابيسين، عندها شراجم على الدو فاصاد. هادي لاتيغاس اللي كاينة الفوق، كما قلنا منظر رائع في هاد الفيلا هادي، لاتيغاس كبيرة ما شاء الله.
هات الحال نعود نذكره أنها قريبة على البحر، 3 دقائق على الرجل فقط. هنايا يعني غادي نشوفوا الغرفة الثانية اللي كبيرة ما شاء الله، حتى هي عندها الشرجم على لافاصاد وفيها لي بلاكار ديالها والحمام ديالها. بحكم المساحة الكبيرة ديال الفيلا فكل كل حاجة في الدار واخدة الحق ديالها. البيوت كبارين وكاين فيها لا تيغاس على لا بيسين كما كتشوفوا معنا. صراحة منظر رائع جدا. هذا المنظر كيريح العين صراحة، حاجة مزيانة بزاف. شي مرات كيخوني الكلام حيتاش كتكون شي حاجة مزيانة بزاف كتمشي مع الصورة وكتنسى الصوت. هذه الغرفة الثالثة بطبيعة الحال حتى هي فيها بلاكا وعندها شراجم على دو فاصاد، شراجم ألومنيوم. حتى هي عندها بطبيعة الحال بالكون على لابيسين. بالنسبة للثمن ديال هاد الفيلا هادي هو 490 مليون سنتيم قابلة للتفاوض. دابا غادي نطلعو نشوفو السطح والمنظر الرائع من السطح. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم لهاد الفيديو ولكاع الفيديوهات ديالنا. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. ما تنساوش تدخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencesarabies.com، غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا اللي كاينين في اليوتيوب وحتى اللي ما كاينينش في اليوتيوب. ايضا ما تنساوش الا كان عندكم شي عقار اتصلوا بنا بالرقم اللي في اسفل الشاشه، او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع اقامه ايمن في الريتشوسي في مدينة الناظور. بطبيعة الحال كنشكرو كاع الناس اللي كيتبعونا من داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى الملاحظات ديالكم، ونتمنى إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ألقاكم في أحسن حال ممكن. كنشكركم مرة أخرى على المشاهدة. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.